دعوة لكل المدنيين للخروج من بيوتهم من أجل سلامتهم والانتقال إلى منطقة الجنوب في وادي غزة مثلما هو مبين على هذه الخريطة. وتم توزيع هذه الخريطة إذن هنا هي مدينة غزة، وهنا تمركز أغلبية السكان، وهنا ترون في الجنوب وادي غزة، وهذا هو النداء وهو الانتقال إلى جهة النهر. منظمة حماس الإرهابية تواصل شن حربيتها بعمليات عسكرية، وهذا الإجلاء سيكون من أجل سلامتكم، بإمكانكم العودة إلى مدينة غزة بمجرد الإعلان عن ذلك. لا تقتربوا من هذه المنطقة ومن منطقة الجدار، لا تذهبوا إلى جدار الأمان ولا تعبروا هذا الحد من أجل سلامتكم. واصل القراءة. لا يزال تختف عصابة حماس داخل البيوت وبين المدنيين، إذن ارحلوا إلى منطقة الجنوب لأن حماس تستخدمكم كدروع بشرية، والجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في المدينة ويتجنب الإضرار بالمدنيين.